Evangelho de Davi de uma nada no estado. O dia vai tomar mais para a mamãe. O Zé dizia: já fui da pedra dos pães na batalha. E a roupa de ouvinte. E a reserva da Zé. E a estrada da Zé. E a levanta. E a senhora lá da Zé da Zé. A Rabia o Caia. A Rabia o Caia. A Rabia o Caia. A Rabia o Caia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكرام يخطب أنصت فقد لغوا أنصتوا واستمعوا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرف عشر رمضان على كل عشر وخصها بليلة هي خير من أشهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي مدتي وذخري، أرجو بها النجاة في يوم نشري وحشري. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى. متى يذلق من رمي فيه بالإضمال والهجران؟ متى يشفى قلب لم تشفه آيات القرآن؟ يا لها خسارة لا تشبه الخسران. أنظر المحسنين قد حظوا بالقرب والزلفى والرضوان، وأزلفت لهم الجنات وألبسوا الدجال، وأوتوا الملك والخلد وأدخلوا على الرحمن. وقد رميت بالضرب والإضمال والحرمان، تغل وتجر إلى النيران. أترى قلبك هذا نائما أم يطفان؟ قم ولا أقدام الذل وابت السحر، فللرحمة مع السحر شران. ونادي في نادي الذل يا صاحب الإحسان. عباد الله، أين من كان معكم في الزمان الماضي اختطفته سيوف المنون القواضي؟ عباد الله، شهركم هذا لا قيمة له فيباع، ولا يستدرك منه ما ضاع. إذا خسرت فيه فمتى تربح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحرم ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المشرق أحيا ليله بقدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. فاستغفر الله اللهم تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.
الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرة، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. Thank you.